إذن هذا example أو adapted from four point five seventh edition. Okay. بدنا إذن نطلع عندي pipe طوله 10 متر. L تساوي 10 متر. New تساوي 50 سنتي ستوكس اللي هي كيلوماتيك فيسكوسيتي. طبعا 50 سنتي ستوك شو بتساوي؟ بتساوي 50 على بي على 100 من ستوك، مش هيك؟ واللي بتساوي 0.5 ستوكس، بس الستوك بيساوي سنتيمتر مربع بالثانية، فهاي تساوي 0.5 سكوير سنتيمتر بير سكند، وبدي احوله نرجعه للوحدة الأصلية اللي هي سكوير مترز بير سكند، فراح احط هون 100 سنتيمتر بتعادل 1 متر وربعها، عندي السنتيمتر تربيع بتشبه مع سنتيمتر تربيع، وهي بتصير عندي 0.5 times 10 to the minus 4 square meters per second. مضبوط؟ كل فاهم كيف حولنا؟ بنتذكر انه السنتي معناها 1 على 100. الستوك مبنية على السي جي سي، ايش السي جي سي؟ سي جي اس عفوا، سنتيمتر جرام سكند. فمعناها بدل متر تربيع بالثانية هاي سنتيمتر تربيع بالثانية، فأعطتني على هاي بالاس اي يونتس اللي هي نص تايمز 10 تو ذا ماينس 4. الدي بيساوي انش، والانش بيساوي 25.4 مليمتر اللي هي بتساوي 0.254 متر. وبعدين ايش عندنا كمان؟ ومعطيني السرعة، معطيني الرفنس، السيرفس رفنس ابسلون. البايب عبارة عن ستيل، كوميرشال ستيل بايب. إذا رجعنا للجداول بعطيني الكوميرشال ستيل بايب السيرفس رفنس حسب عملية التصنيع تبعته هي 0.046 مليمتر، واللي هي تساوي 0.046 times 10 to the minus 3. هلا بسألني السؤال على شقين، إذا كانت السرعة 10 أقدام بالثانية، إذا الكيس 1 B بتساوي 10 feet per second و B بتساوي 40 foot per second. ايش ال اذا بدنا البريشر دروب لازم اعطيكم الدنسيتي، انا مش ما عنديش دنسيتي هون. خلينا ناخذ بس الهيد لوس. اذا الهيد لوس قديش بالحالة هاي والهيد لوس قديش بالحالة هاي، طبعا لانه كله اس اي يونتس هاي رح تطلع وحدتها. لو اعرف الدنسيتي تبعت الليكويد بقدر احولها الى بريشر. طيب نبدا اول شيء بدنا نحسب، ايش الخطوه الاولى؟ بدنا نحسب رينولدز نمبر في الحالتين. ناخذ رينولدز نمبر في الحاله الاولى ان ار بيساوي في دي على نيو. في عندي اياها 10 اقدام، 10 اقدام كيف بحولها؟ قديش بيساوي القدم؟ 3.48 اوكي انا المشكله مش حافظها، بضل احول من 25.4 12 بتطلع 25.4 لانه 12 القدم 12 انش، فبتطلع هذه معي هي بتطلع 3 بوينت قديش 3 بوينت او 0.3 مش هيك؟ لا واحد على، انت ماخذ واحد على. طيب قديش بيطلع المتر كم قدم؟ 4.8 واحد متر بيساوي لا اقدر اقول 300 و400 اللي فوق اللي فوق هاي اللي فوق 300 و4 فاصلة 8. إذا هون عندي هذا 1 فوت يساوي كذا مليمتر. لا خلص رح أعملها، رح أحولها هون لأمتار، فبتصير هذه بتساوي 0.0348 متر، فبتصير هذه مضروبة في 10، فبكون عندي V بتساوي 10 فيت بير سكند مضروبة في 0.3448 دي تطلع 3.048 متر بير سكند، مش هيك؟ دي 1 3.04 دي 1 دي 2 بتساوي 40 3.0.48
بتساوي 12 بتطلع 12.192. هي هدول السرعتين، فبصير عندي ان ار بالحاله الاولى ان ار 1 بيساوي 3.048. دايمتر قديش كان عندنا؟ 0.0254 على نيو اللي هي 0.5 تايمز 10 تو ذا ماينس 4. فبيطلع الرينولدز نمبر الاول ألف وخمسمية وثمانية وأربعين. إذا الفلو بالحالة الأولى أكيد لا. هلا الحالة الثانية إن آر واحد بقدر أضرب بأربعة مباشرة لأنه بضرب في أربعة. قديش كانت هي؟ 10 و40. فبقدر أضرب في أربعة، إذا ضربت هذا الرقم في أربعة أعطيني 6193. فهذا هون الفلو بالحالة الثانية. هلا مباشرة بقدر أطلع الهيد لوس رقم واحد. الهيد لوس رقم واحد بيساوي الفريكشن فاكتور بحالة اللامينر راح يكون 64 على 1548. هذا اللي هو اف مضروب في ال 10 متر على الدايمتر اللي هو 0.0254، مضروب في السرعة الترديع اللي هي 3.0048 تربيع على 2 في 9.81 اللي هي جي. فبيطلع الهيد لوس بالامتار بالحالة الأولى 7.7 meters. هلا إذا بدي أحسب الحالة الثانية لازم أحسب الفريكشن فاكتور، وحتى أحسب الفريكشن فاكتور لازم أطلع الريلاتيف رفنس. فالريلاتيف رفنس بتساوي ابسلون على دي، واللي هي ابسلون كانت عندنا الستيل بارك اللي هي 0.046 ملليمترز تايمز 10 تو ذا ماينس 3 حتى تصير بالامتار، وهاي 0.0254. فبيطلع الرقم معي 0.0018. هذا هلا بدي ادخل المودي دايجرام باستعمال مين؟ باستعمال هذا الرقم وباستعمال 6000. وين ال 6000؟ 1193. هي وين راحت؟ فوق شوي، هي جنب كذا بالضبط. هي 6193. فبندخل بالرقمين هذول على الشارت 6193. اذا دخلنا الشارت هلا رح افرجيكم اياها كمان شوي بس عشان ما اقطعش الهاي، راح يطلع معي الفريكشن فاكتور بالحالة الثانية بيطلع 0.036. فبحل هذا كله بحط 0.036. حد يحسب لنا هذا يشوف قديش الفريكشن فاكتور كان هون؟ حد يقسم 64 على 1548؟ 0.042 تقريبا، مش هيك؟ فهاي هون القيمة 0.042 ل 3 1 3 1. كيف بحاله اللامينر فلو الفريكشن فاكتور اعلى من التربلنت فلو؟ راح يطلع يعني الهيد لوس اعلى؟ لا، فاهمين السؤال؟ ايش الاختلاف؟ مربع السبيد، مربع السبيد اللي راح ياثر، هذا ما راح ياثر شيء. قديش الفرق بين هذول الاثنين؟ يعني يمكن في 10% 12% فرق بينهم، بس الفرق الحقيقي راح يجي قديش السرعة تبعت الهاي؟ أربع أضعاف، أربع أضعاف بربعها شو بتصير؟ 16 ضعف رح يكون، فهمت؟ هذا ما رح يأثر. إذا بصير عندي هذا مضروب لسا هاي 10 وهاي لسا نفس البايب ونفس الدايمتر، بس هون عندي هلا بدل 3.048 قديش السرعة صارت؟ 12.192 تربيع، وهدول نفسهم اللي هي 9.81 في 2. فبيطلع عندي الهيد لوس في الحالة هاي 107.4 متر. إذا كم ضعف؟ تقريبا حوالي 14 ضعف، تقريبا 14 مرة اللوس. السبب الرئيسي طبعا والسرعة، هون السرعة أعلى بكثير رغم إنه هذا نفسه هذا أثر هون، يعني له كان تأثير. كي نرجع هلا نشوف المودي دايجرام.